عن أزمة المرور وإزاي هتتحل وإيه اللي بيتعمل على الأرض دلوقتي، ده اللي هنتكلم فيه مع سيادة اللواء مدحت ريطم مدير الإدارة العامة للمرور، ضيفنا النهاردة في الحياة اليوم. برحب بحضرتك معنا يا سيادة اللواء، مشرف. أهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء. قبل الفصل كنت بأشير طبعا لوجود حضرتك معنا، وقلت إنك يعني من فترة مش بعيدة قوي كنت برضو موجود هنا وتكلمت على شوية حاجات وإجراءات هتتم وحاجات جديدة في المرور، ومن بينها يمكن احنا مؤخرا شفنا حملات مرورية رائعة ومكثفة ومخالفات بيتم ضبطها والتعامل معها. فلو حبينا نقيم بقى الشغل في الشهرين اللي فاتوا، ايه اللي تم على أرض الواقع يا سيادة اللواء؟ وطبعا حضرتك احنا بالنسبة للحملات دي لازم تبقى موجودة، علشان اي واحد بيبتدي يخالف قانون مرور، كان الاول طبعا العملية برضو ما كانش في حملات مستمرة، ما فيش انضباط مروري موجود، لكن الحملات المرورية جزء من حلول ان احنا نحل ازمه المرور، لان الميكروباص واقف موجود، واللي ماشي عكس الاتجاه، واللي ماشي بدون لوحات معدنيه، واللي ماشي واللي واقف الممنوع، كل ده ما ينفعش، لازم يبتدي اتخاذ اجراءات قانونيه قبل حضرته. يعني الناس ساعدتكم ولا لا؟ طبعا. يعني في كمان كنت حركت فكره الحمله اللي اتعملت الاعلاميه بتاعه المصري يقدر ومرور مسيره الجميع، ويمكن عملنا بيها ندوه اعلانيه ممتازه جدا، وابتدينا ننزل على ارض الواقع، وكان سياده اللواء حسن البرديسي ورجاله نزلوا فعلا المدارس، مش عايز اقول لحضرتك الاقبال غير طبيعي على المدارس اللي بتبعت لهم ان احنا عايزين الاولاد عايزين يقعدوا معاكم. حملات التوعيه اللي انتوا عاملينها جدا، ونزلوا قيد المركبات، وفي حملات توعيه كويسه جدا. وانا يمكن بعض الناس يقول لك طب يعني ما الناس عارفه يعني المخالفه ما بيعملهاش، لا لما احس ان في توعيه ونحس ان البلد كلها مع بعضها النهارده، والفنانين المحترمين اللي طلعوا في هذا الامر وغيره من وسائل الاعلام، كل ده بيحسس المواطن لا في اهتمام بهذه المنظومه النهارده، لازم كلنا نتفاهم في هذا الامر. وطبعا هيعقبها حملات كبيره، لكن احنا قلنا لا مفيش حاجه اسمها يعقبها، احنا بالتوازي معاها احنا بنعمل حملات الاعلاميه للتوعيه وننزل لاولادنا في المدارس، هو ده الجيل اللي جاي جديد بعد كده، ويبتدي هو يبقى هو متعلم قواعد واداب المرور، وهو اللي يعلم الناس الثانيه سواء قائد مركبه او دكتور معاه. مش خوفا بس من العقوبه، لكن هو فاهم ووعي ده وتاثيره علينا. مسألة مش عقوبه، المساله كلنا احنا لازم يا فندم، ازمه مرور في مصر أزمة الجميع، أزمة الحكومة، أزمة الدولة، أزمة المواطن، أزمتنا كلنا، كلنا لازم نقف مع بعض. أنا شايف إن في تحسن كبير جدا في الحركة المرورية، يمكن موجودة في القاهرة في تحسن كبير جدا. الجيزة سيادة اللواء سعيد طعيمة ومعالي المحافظ هناك بصراحة عاملين شغل عالي جدا، إحنا بنتابع كل الكلام ده. يمكن ده النهضة، صحيح بيتقفل أمنيا لبعض الحالات، لكن هو تحل المرورية لما بيتفتح عمل سهولة مرورية جدا. في شغل في المنيب حاليا بيتعمل عشان المواقف العشوائية، في شغل موجود كويس جدا يعني. يعني أنا أذكر بالذكر برضو السادة الوزراء، يعني في مواقف جدية، يعني أنا بشكر طبعا على هوا معطيك سيادة الوزير إبراهيم محلب وسيادة الوزير عاطف شابل وزير الاتصالات، يعني مش هقول لحضرتك الناس ديت أنا يعني ما أقدرش أقيمهم وطنيين والكلام ده، الكلام الكبير ده لا، أنا بتكلم على الشغل بتاعي. يعني أقول لك حاجة، أنت من ضمن الأزمات اللي بتحصل مرورية الحوادث، لما بتحصل حوادث مرورية على الدايري بالذات، يعني الناس وقفت الدنيا، يعني الناس كلها النهارده واخدة الدايري كله يعني. فقابلنا ابراهيم بمحلب السيد الوزير، يعني قلنا له احنا عندنا مشكله في الدايري، ان احنا ما عندناش معدات لرفع هذه الاشغالات. كان اجتماع بالليل الساعه 11 بالليل، قال محتاج ايه؟ قلت له والله انا محتاج ثلاث لوادر على الاقل، ومحتاج ثلاث رافعات عملاقه. الصبح الساعه 10 كان سيادته بيتصل بيا بيقول لي تمام حضرتك حدد لي الناس تستلم هذه المعدات، وفعلا المعدات استلمناها. هقول لك حاجه ثانيه، يمكن الناس برضو عشان تحس الناس بتشتغل ازاي. يوم الشتاء او المطر اللي حصل والقاهره كلها حصل فيها شلل، مش هنضحك يعني الناس كلها كانت واقفه، ومش بس احنا كمان الدايري، كنا مناطق سما بقى والحتت دي كلها منطقه، انا يعني كنت موجود هناك 50 سم ميه. هو كان بظروفه راجع اظن مش عارف من احد المحافظات، بيمر الوزير ابراهيم محلب طلبني بالتليفون قال لي ده انا الدنيا واقفه عندي. قلت له يا فندم انا واقف بنفسي والساده اللي وقت والساده وزير الداخليه لسه متابعك. فعلا كانت سياده اللي هو محمد ابراهيم طالبني قبلها، قال لي الحاله وصلت ايه دلوقتي يا فندم؟ بيتابع اول باول، البلد واقفه، حصل كذا كذا، وكان حسن بير برديسي موجود، الناس كلها واقفه شغاله بنرفع، لدرجه ان السيد وزير امر والسيد مساعد وزير متخصصه تنزل الحمايه المدنيه عشان تشفط كمان مع المحافظات. كان قرار ابراهيم بمحلب ايه بقى من فضلك. بس عارف يا فندم انا اسف مقاطعتك وهسيب حضرتك تكمل الفكره، لكن في النقطه دي احنا دايما بننزل بعد لما الدنيا تبوظ. انا بقول لك بس اصل دي مش شغله المرور ولا الداخليه. ايه بقى رد السيد الوزير ابراهيم محلب؟ قال لي من فضل حضرتك انا عايز بكره الصبح على مكتبي تجيب لي كل النقط اللي حصل فيها تجمع ميه وتخطرني بيها.
كلمت اللواء حسن البرديسي تاني يوم الصبح، فعلا جاب جميع الاماكن كان فيها بقع الميه موجوده مؤثره حركه قمريه وكذلك في الدائري وبعتناها. انا جالي قرار من عند السيد الوزير ابراهيم محلب كلف اللي هو هشام ابو سنه رئيس جهاز التعمير بان هو يعمل هذه النقط ويبتدي يحلها. ده الكلام الصح يعني. شوف سيادتك قلت ايه، ده احنا بنستنى لما تحصل القصه ونبتدي نرد رد الفعل. ده كان من الاول شغله المحليات مش شغلتنا احنا يعني. احنا كداخليه موجودين بننظم المرور بنحاول بقدر حتى معداتنا بنطلعها. والعلم سيادتك ان بيبقى في خطوره انك تطلع معدات الحمايه المدنيه، ده افرض في حريق حصل ولا حاجه، طب هيبقى الدنيا هتمشي ازاي معانا؟ لكن في ادي رد فعل موجود كويس جدا سياده الوزير ابراهيم محلب، وانا بحيي سيادته وبشكره. انت بتشتغل ازاي يا فندم؟ يعني بشكل عام لما نتكلم عن الازمه دي هي مهمه اكتر من وزاره ومسؤوليه مشتركه. حضرتك ذكرت الاسكان والمحافظات طبعا والمحليات ووزاره الداخليه وشغلها. لما بتحطوا المشكله على الترابيزه ويبقى كل وزاره او كل جهه عشان لا تتوزع المسؤوليه والمساله تبوظ يعني، بتحددوا ازاي؟ بيبقى في رؤيه، في خطه، والله احنا نعمل كذا وانت دورك كذا دورك كذا، ولا كل واحد بيشتغل في جزيره منعزله كده؟ لا ما ينفعش، ما هو احنا لو اشتغلنا في جزيره منعزله يبقى الدنيا هتقف خالص يعني. ما ينفعش زي ما حضرتك قلت ان انا لا اصل انا وزاره الداخليه طول عمرك كده طبعا. انا بقول لحضرتك ده الجديد دلوقتي يعني ايه يعني اول مره حضرتك تسمعي وانا بقول الكلام ده على الهواء ومسؤول عن اللي قلته ده، وممكن تتصل بسياده الوزير ابراهيم محلب. سالي حضرتك ان هو الراجل زي ايه ده وزير محترم يروح تاني يوم انا في مشكله انا لازم احلها. كنا ما احنا بنبعت القاهره ما عارفه انا كل مرض مطر بينزل والدنيا بتقف وكده، لكن لما يحط حلول جذريه ويكلف بديك اسماء اللي هو هشام ابو سنه رئيس جهاز التعمير انك تحل هذه المشاكل وتشوف لها حلول واداله النقط دي عشان البوينت تشتغل فيها كويس جدا. كان في اماكن احنا برضو عملنا اكثر من اجتماع بعد ما استاذنا معالي وزير الداخليه مع السيد الوزير ابراهيم محلب وقلنا له في مشاكل موجوده هندسي عايزين نحلها، وحرض سياده اللواء سعيد طعيمه وسياده اللواء حسن البرديسي المشاكل اللي عندهم، واحنا باعتبرنا مشرفين على الموضوع ده بالكامل. سيادته خد هذه الامور كلها وبعد ما انفلت كامل الايه الاجراء اللي هيتعمل وازاي، يمكن اللي هو حسن بديس ده له 19 نقطه هندسيه في القاهره يمكن خلال شهر هتكون معموله بالكامل. قرارات يعني، هو ده اللي كنا ده اللي احنا كنا مفتقدينه واللي موجود حاليا، التنسيق الموجود حاليا. عزيز. احنا بينقصنا شويه بس حاجات بسيطه بقى اللي فاضله، حكايه الباعة الجائلين والمواقف العشوائيه. احنا لو قضينا على الاثنين دول انا اعتقد هننزل السيوله فوق 60 70%. ايه المانع ليه ما بنشتغلش عليها؟ لازم بقى يعني، هي مساله الساده المحافظين والمحليات ان هم يبقوا معانا، هم برضو يعني الله يكون في عونهم مستلمين تركه ثقيله وكميه كبيره من الباعه الجائلين وما لهمش مكان وبيحتلوا ارصفه، وزي ما قلت لك الحل تقدير بالعدد يا فندم. والله يا فندم انا ما عنديش عدد تقدير، انا اعتقد العدد كبير طبعا، هذا مش شويه يعني، لكن انا بعتقد ان الحل مش امني بس، اصل هو امني ان انا انزل اشيل يرجع تاني بعد يومين ثلاثه، هل انا هخلي قوات الشرطه طول النهار قاعده في كل مره في رمسيس ومره في التحرير ومره؟ مش معقول. ده غير الجهد الامني المطلوب حاليا، وسيادتك تعلمي هذا يعني اللي بتعمله وزاره الداخليه في الجهد الامني الموجود حاليا سواء في محاربه الارهاب وظباطنا او امنائنا اللي بيستشهدوا يعني معدلات موجودة من أجل هذا الوطن يعني. وأنا يعني طيب خلينا يا سيادة اللواء نرجع مرة تانية برضه عشان لازم يكون في تصور حل مبتكر حتى لأزمة الباعة الجائلين دول. لكن خليني بس عشان برضه